بعد العاصمة بغداد، هنا في ساحة التظاهر وسط كربلاء، نصب الحرية، وهو عبارة عن سجن مصور صاغه الفنان العراقي جواد سليم عن طريق الرموز التي أراد من خلالها سرد أحداث رافقت تاريخ العراق، مزج خلالها بين الماضي والحاضر، حيث تخلل النصب الفنون والنقوش البابلية والسومرية والآشورية القديمة. ساحة الأحرار في كربلاء، وذلك للدلالة على أن هذه الساحات هي ساحات الحرية، وتجسيدا وتخليدا لناصب أو لمن عمل هذا العمل الفني الراحل جواد سليم. تم النصب هنا أيضا في كربلاء للدلالة على أن هذه الساحات تبقى وستبقى أنها ساحات الحرية، ساحات الشرف، ساحات المدافعة عن المظلومين. مبارك طبعا لمحافظتنا واهلنا في كربلاء المقدسه اليوم بنصب الحريه، طبعا ثاني محافظه بالعراق من بعد العاصمه بغداد الحبيبه، اليوم في كربلاء تم نصب الحريه، ونقول لكم نحن مستمرين بتظاهرتنا واعتصامنا ولن نتراجع الا بتحقيق المطالب. المتظاهرون في كربلاء أشادوا بهذه الخطوة العظيمة التي تعبر عن التلاحم ونيل الحرية، مؤكدين أن كل ساحات الاحتجاج وفي جميع المحافظات العراقية موحدة برأيها تجاه الفاسدين. يد وحدة ضاربة لكل عدو يتطرق على أرض العراق، فهذا يوحينا أنه نصرنا واحد ودمنا واحد وروحنا وتماسكنا ببعضنا واحد، رجال ونساء، وإن شاء الله يا رب نتحد إيد وحدة، ومتحدين إحنا إيد وحدة على كافة المطالب وعلى كافة الأمور اللي جايين عليها العراق. مطالبنا وحدة، هذا يوحي انه كل المحافظات راي واحد، وكل المحافظات مطالبها واحده، وكل احنا ان شاء الله كلمتنا واحده وراينا واحد، وان شاء الله نطرد الفاسدين. لا ينال الفرد الحرية المطلقة إلا بعد تضحيات كبيرة، وما يحدث اليوم هو أكبر تضحية للشباب العراقي، حيث زهقت الأرواح وامتلأت المقابر، كل هذا من أجل الحرية وكسر القضبان. عندما تطالع نصب الحرية تأخذك الوهلة الأولى، الجندي الذي يكسر قضبان السجن لما فيه من قوة وإصرار ونقطة تحول، تنقل قصة النصب من مرحلة الاضطراب والغضب والمعاناة إلى السلام والازدهار. من كربلاء وليد الصالحي، التغيير.